طيب ماشي، نيجي نعطي ننظر. بلاحظ انه فيش عندي فروقات، ما في اي تفاصيل، ما في عندي اي ديتيلز بالمشهد. كيف ممكن اتخلص من هذا الحكي؟ ندخل على اعدادات الكاميرا نفسها. انه يا كاميرا، انت الاف نمبر لك 8، خلينا نجرب يكون عندي 4. خلي الشتر سبيد او الوايت بالانس يروح عندي لايش؟ لنيوترال. هلا راح ارجع لتفصيلي هاي. الشتر سبيد نجرب نعطيه 50 كبداية، نجرب شو بده يصير عندي بالرندر. تطلع عندي عمالها شاشة بيضة بشكل كلي. طيب نيجي نعطي عندي هون، نتأكد الكاميرا مش ضاربة بأي اشي، كاميرا مش ضاربة بأي تفصيلة. انا برندر عمالي من الكاميرا، اجي على override material GI اسف V-Ray global switches override material، نيجي نحكي لها clear، بديش اياك override. بدي اجي امسك Ctrl A كل المشهد، بدي اعطي لي اياها هاي الماتيريال، هاي الماتيريال البيضة، خليني اعطيها شوي صغيرة على ضربات سكنة. رندري نصير نلبس الماتيريال. الماتيريال وهي شو، نجي نمسك هاي الماتيريال، نتأكد في عندي اوفررايد ماتيريال، لا ما بدي اوفررايد ماتيريال. نرندر المشهد، طلع عندي المشهد بس مستوى التفاصيل فيه تقريبا معدوم، يعني صعب جدا اميز ما بين هون ما بين هون ما بين هون. شو ممكن الحل يكون عندي؟ ممكن ارفع شوي صغير قيمة الاضاءة، يعني امسك الاضاءة هاي اعطيها مكان 5، مكان 5000 نعطيها 3200، نعطيها 2800، خليها تكون عندي جو حار، نعطيها قوة 20 قوة لإلها، ونجرب الرندر. هاي الغرفة عندي موجودة. طيب في عنا مشكلة كبيرة، أنا بحس إن الصورة كلياتها جاي عندي وكأنها مسح واحد، وكلها كلياتها مضروبة بلون برتقاني. هل إحنا بعنينا نشوف الشيد والشادوز عن طريق أوبجكت، فبلزمني هون تيبوت أو ممكن بوكس أو أي عنصر بدك إياه. بس من الناس بفضل تيبوت عشان شكله يكون عندي سموث. بالتالي نيجي نعمل تيبوت، نعكسه حوالي 90 درجة، نحركه لهون، نعطيه شوية سموثنس أو سيجمنتس زيادة، نجلسه على الأرض صح، نعطي رندر. ممتاز، نصغر هذا التيبوت، نجي على التوب فيو على الفرونت، نجلسه على الأرض صح، نعطيه ماتيريال التيبوت، ونعطيه ريندر. هل ايش احنا بنعمل هيك؟ بنحاول نشوف بالنسبة للشيد والشادوز، هل في عندي شادوز صح ولا ما في عندي شادوز صح؟ في عندي هون منطقة شادوز صح ومميزة، بس بنفس الوقت بلاقي انه ما في عندي، يعني اذا برجع هون على اعدادات الرندر او الصورة اللي ترندرت، بلاحظ انه ما في عندي فرقية ما بين هذا السطح وما بين هذا السطح، وهذا الاشي هلا راح نحاول نحله. بس قبل، الصورة كلها عندي جاي باللون البرتقالي، نحاول نمسك هاي الصورة نعطيها مكان 3800، نعطيها 3500، أو نخليها 3000، نرجعها زي ما كانت 2800، ونحاول نعطي ضوء أبيض بهاي المنطقة، ضوء أبيض، نيجي نعطي فيري لايت، هالمرة يكون عندي إيش؟ بلين، هذا الضوء نعطيه هيك، نحركه 90 درجة، نحطه هون. هلا ليش عملت هيك؟ نفترض إنه يا عمي في عندي غرفة هون تانية، وكأنه في عندي غرفة تانية بهاي المنطقة، عمالها تعطيني هذا الإضاءة هيك، إضاءة الحارة. يعني في عندي إضاءة حارة، عندي إضاءة بيضاء بتعطيني على الجدار من هون، وعندي إضاءة زرقاء بتعطيني على الجدار وعلى الأرضية. بالتالي بصفي إنه هاي الأرضية بحسها أزرق وأسود بنفس الوقت، أزرق من ضوء الشتاء أو ضوء القمر ضوء الليل يعني. هاي المنطقة ما تأثرت كثير لأنه في عندي إضاءة حارة. الإضاءة الحارة بدي أجيبها من هاي الجهة. بطلع على التوب فيو أو الفرونت فيو، بظبط إعدادات اللايت. نرفع هيك اللايت عندي، نعطيه temperature نعطيه 5500، خلي لون أبيض لإله صافي أبيض، نعطيه قوة 60، خلي الضوء يكون قوي. نيجي للكاميرا نعطيها رندر، تلا قوي كتير كتير.
كيف ممكن نتخلص من هاي المشكلة؟ بسيطة، نيجي للكاميرا. هلأ بدنا نصير نتعلم شو بدنا نشتغل. بدنا نثبت كاميرا ونفتح إضاءة. يعني أنت اطلع لنا 5 مكان الإف نمبر، شتر سبيد 80-50 عالية، خلينا نعطيها 100. هيك بغمق عمالي بالصورة. هلا بقدر نتأكد من الإعدادات، بلاحظ إن الإعدادات عندي تقريبا صارت مناسبة بشكل أكبر وأعلى، بس بنفس الوقت فاتحة كتير. شو الحل لإلها؟ بقدر أعطي الشتر الإف نمبر مكان 8، 5 مكان 6، وخلينا نرجعه لـ8 حتى. رندري، بلاحظ إن الصورة عندي هيك صارت هادية، كل شي فيها حلو، بس بلاحظ إن في عندي الشيد والشادوز مش 100% قويات. وحتى منيح هون الشيد والشادو بهاي المنطقة، في عندي هون سموثنس، هي ماخذ الشادو اللي بدي اياه. ممكن الضربات البرتقانية، المشهد البرتقاني مش مبين عندي، فبدي اضطر اني اول شي خلينا نجيب هذا التيبوت لهون، بدي اضطر اني اقوي هذا الاضاءة، مصدر هذا الاضاءة. حكاية انتي تعال لهون 60، وانتي مكان 20 تعالي 30، خليها 2800 اتوقع بكفيها. نكبس كنترول اس ونرندر. الضربات البرتقالية الصغيرة اللي بتطلع عندي هنا، هاي الضربات البرتقالية الخفيفة جدا هي اللي بكون أنا معني فيها. انتو بجوز هلا مش ملاحظينها 100%، فخليني أكوي الضوء مشان نقدر نلاحظها. أعطي 40، خلينا نلف التيبوت نتفة صغيرة. أعطي التيبوت ماتيريال، هي هون ننسخ منها ماتيريال تانية نسميها تيبوت، أعطيها شوية ريفليكشن. نعطي هذا التيبوت، نعطي هذا المشهد الريندر. بتوقع الإضاءة اللي بدنا إياها حصلناها. في عندي هون شوية لون برتقالي، الثيم الأبيض، المعشق بالثيم البرتقالي. إذا إجينا هون نعمل ريندر ريجن، حكينا لهذا اللون البرتقالي أو الضوء اوف، يعني ما تكون انيبل. بلاحظ ان عندي المشهد بكون في عندي بور. كيف يعني بور؟ مش غني بالصفات اللونية، لا انا بدخل هنا الثيم الحار، الثيم الحار من هون دخلته اول ما شغلت الضوء البرتقالي. هلا بصفي علينا انه نعطي شوية ماتيريال رئيسية مثل الزجاج والجدران عشان يبين عندي المشهد بشكل اكبر. اذا جينا هون اعطينا رندر نهائي، يكون عندي الشغل كله باذن الله مميز وواضح. الشادوز عندي بتكون عندي سموث مميزة، سواء كانت هنا ولا حتى على نفس الشكل نفسه. إذا جينا حتى بدنا نحصل الشادو بشكل أكبر، ممكن ناخذ الضوء مباشرة، الضوء يكون عندي مباشرة فوق فوق التيبوت بهاي المنطقة. هيك ممكن نحصل الشادو بشكل أكبر بهاي المنطقة. أيوة هون صار في عندي شادو أكبر، صار في عندي التيبوت هون، في عندي الثيم الحار اللي بدنا اياه صار يجي عنا هون، الثيم الابيض جاي من هون. هلا احنا بنحصل الثيم الازرق لما نعطي ماتيريال للزجاج. طيب هلا في عنا مشكلة صغيرة بالرندر، انا عمالي بلاحظ انه ما في فرقية ما بين هذا السطح وهذا السطح، او هذا السطح وهذا السطح. نيجي على اعدادات الرندر، على ايش اسمه ambient occlusion. ambient occlusion هو معامل زي الديرت، بعطيني ما بين السطحات وهذا السطح حز أسود أو خط أسود، يميز لي ما بين السطح الفيرتيكال والسطح الهوريزونتال، أو السطحات مع السطحات، أو هاي المنطقة مع هاي المنطقة. فبالتالي بحس إنه في عندي سموثنس وحلاوة بتكون عندي بالشكل، بقدر أفهم الشكل بشكل أكبر. إذا أخذت هاي المنطقة قلتها رندري، بلاحظ إنه صار عندي المشهد كلياته على الأغمق. طب ليش؟ يعني نص ساعة بتعب الإضاءة مشان آخر شي آخذ اللون الغامق؟ لا، نيجي نفهم شو اللي عملناه. الأمبيانت أوكلوجن قديش عندي؟ قوته 0.8، هاي القوة لإله. طب قديش الراديوس لإله؟ 10 متر، يعني حط لي الخط الأسود هذا خلي لي يفرد لي 10 متر. فبالتالي هذا الخط الأسود صار عندي يتشتت، يعني اللون لإله يتشتت شوي شوي مشان يعطيني على سواد. إذا أنا قلت له 15 سم افرش، بالآخر كلها ترجع عندي اللون زي هذا ما عدا هاي المنطقة، هاي الرندر كلها ترجع ما عدا هاي المنطقة. هذا الخط الأسود عندي موجود. هلا بقدر أجي أحكي له خلي السبديفجن لإلك 8، نعطيها 1، نرندر هاي الريجن بهاي المنطقة. شو يعني؟ الخط الأسود خليه يصير عندي مشتت كتير،
بصير في الـ subdivision أو غباء شعري، بصير عندي هذا الشكل. ممكن أجي أعمل له subdivision لإلك تكون عندي 38 أو 24، بصير عندي زي هيك أرتب، يعني بصير في عندي smooth بشكل أعلى. إذا جربنا نأخذ الـ overall لهذا الشكل، بحس إنه عندي هاي النتيجة أنا قدرت أحصلها، نتيجة واقعية وحلوة. هلا انتم ممكن تكونوا مش مقتنعين فيها، بس لما احط الماتيريال بشكل عام بتبطل هاي التفاصيل تبين، يكون في عندي زي هيك، صير في عندي هاي المناطق زي هيك تطلع سودة، هاي المناطق الخفيفة كتير يا دوب دوب تبين هاي المنطقة عن هاي المنطقة. بحس انه هون الحز الاسود هو اللي بحكي عنه، هذا الحز الاسود بيعطيني شوي صغير منظر الديرت، بيعطيني منظر واقعية عالية بالماتيريال، هذا المنظر الاسود. فهي هي وظيفة الامبيانت اوكلوجن. ممكن اضاعف الامبيانت اوكلوجن لبوينت واحد قوته، نيجي نرندر اريكم الفرق، يعني يا دوب دوب احس فيه. ممكن اجي اعطيه خط قوة 10، بالتالي مين بيتحكم فيه؟ انت. انا بلزمني مثلا بوينت 5، افرش على 15 سنتي، سبدفجن 16. نجرب هاي القيم، هاي هي القيم اللي عادة بستخدمها، لا بتكون غامقة كتير ولا فاتحة كتير، قيم مميزة وحلوة بنفس الوقت. تيجي تعطيها هيك الاوكي، بترندر المشهد. في عندي هنا سموثنس بالسبديفجن بالشادوز، السبديفجن مناسبة، وهنا نفس الاشي السبديفجن مناسبة، وبقدر اميز ما بين سطح وسطح. الاضاءة الثيم الحار حلو مع الثيم الابيض حلو. هلا بصفي علينا نشتغل على الماتيريال ان شاء الله. هذا هو درسنا الاول، الدرس الثاني راح اتطرق للماتيريال ان شاء الله وكل تفاصيلها، راح امشي فيها ستيب ستيب من وقت تنزيلها للفوتوشوب لادخالها على الماكس. يعطيكم العافية.